حضراتكم عارفين ان جميع المرافق الحمد لله تم الانتهاء من تبريرها اسفل قناه السويس الجديده على الموقع اللي احنا فيه النهارده. وده انا جايبكم النهارده علشان انا قاصد كده ان الناس هتقول انت بالترعه لسه ما خلصتش، ولكن لازم الناس تطمن ان الترعه دي ده شريان رئيسي للحياه في الشرق، واحنا مهتمين جدا بيه وشغالين فعلا فيه بمعدلات عاليه جدا زي ما حضراتكم شايفين خلفي في خلاط خلصانه مخصوص واقفه للمشروع، في سايلوهات عشان البنطلايت وعلشان المواد.